ورحمة الله وبركاته، وياكم الصيدلاني علي الصفار. اليوم من قناة يوم يا الصيدلاني، اليوم راح نبدي نتكلم عن بعض المكملات الغذائية اللي نستخدمها، وخاصة في الفترة الأخيرة بسبب مرض كورونا فيروس اللي موجود حاليا. الله إن شاء الله يكفي شر الجميع العالم، واللي فيتامين سي والزنك والدي 3. لكن اليوم موضوعنا عن بعض المكملات الغذائية اللي نستفاد من عتها بنمو الشعر والأظافر والجلد، اللي هي الكولاجين. مادة الكولاجين اللي هو كولاجين سوبر، اللي يحتوي على مادة الكولاجين زائد فيتامين سي. زين، مادة الكولاجين الكل يعرف انه مادة الكولاجين هو بروتين، وبروتين موجود بأجسامنا وبمعدلات كل كبيرة. زين، هذا البروتين له خمس أنواع أساسية. أكو من عنده موجود بالعظم، أكو موجود بالأنسجة، أكو موجود بالعضلات، وأكو موجود بالأوعية الدموية. لكن النسبة الأكثر من الكولاجين هي موجودة بالبشرة، وهو يمثل حوالي 70% من مكونات الجلد. زين، الكولاجين مسؤول، يعني هسه واحد يقول الكولاجين شي فيني، الكولاجين مسؤول عن عدة وظائف بالجسم إنسان، جسم الإنسان، منها يعمل على إصلاح الأنسجة، يعمل هنا كاتب لك يعني إصلاح الأنسجة، العظام، الغضاريف، نضارة البشرة، أظهارها بمظهر شاب. زين، يأخر نمو التجاعيد. زين، اللي تجاعيد اللي تسبب مع تقدم في السن. زين، تظهر التجاعيد. ليش تظهر التجاعيد؟ عندما يتقدم الإنسان بالسن راح تظهر عليه تجاعيد، ذلك يحتاج إلى أن يأخذ مادة الكولاجين. زين، شنو الشخص شلون يعرف إنه مادة الكولاجين عنده قليلة؟ أول شيء التقدم بالسن، ثاني شيء العوامل الجوية. يعني شلون؟ يقول لك بعض العوامل الجوية ممكن أن تؤدي إلى نقص الكولاجين في الجسم، من أهمها هو التعرض لأشعة الشمس الضارة، زين، والملوثات الهوائية لفترات طويلة. زين، تناول الأطعمة اللي بيها سكريات، يعني بيبسي مثلا، بعض الحلويات، هاي كل ما واحد يتناولها بكميات كبيرة راح تؤدي إلى نقصان نسبة الكولاجين في الجسم. التغيرات الهرمونية، يعني شلون؟ يعني التغيرات الهرمونية اللي تحدث بالجسم وخاصة عند النساء، هاي تؤدي إلى نقصان هرمون، إلى نقصان العفو بروتين الكولاجين. زين، العادات السيئة اللي يستخدمها بعض البشر اللي هي التدخين، بعض المنبهات، شرب المواد الكحولية، هاي كلها تأثر بنقصان الكولاجين. زين، انت شلون تحصل على الكولاجين؟ يا أما أغذية تأخذها تحتوي على الكولاجين، او يا اما تاخذ مواد علف. هسه هنا عندنا التابلت، اكو من عنده شراب سعره تقريبا 50,000، العلبه هاي التابلت سعرها تقريبا 22 23، يعني متغيره. زين، انت اذا تقول مثلا ما عندك امكانيه تشتري هاي العلبه، شو تسوي؟ اكو اطعمه واغذيه تحتوي على نسبه عاليه من الكولاجين، اللي هي طماطه، المأكولات البحريه، التوت البري. زين، وبعض الأطعمة التي تحتوي على الخضروات الورقية والجزر، وعلى بعض الموالح، الفراولة، كل هذه الأطعمة تحتوي على نسبة من الكولاجين. زين، أنت كشخص تريد مثلا، عندك تساقط بالشعر، عندك ضعف بالأظافر، عندك ألم بالظهر، عندك ألم بالمفاصل، هاي كلها تستخدمها أنت المن؟ تأخذ الكولاجين، عفو، تأخذ الكولاجين حتى تستخدمه أنت لفترات طويلة. هذا الكولاجين راح يساعدك على هواي فوائد، ويعتبر الكولاجين هو أكثر عنصر موجود بالبشرة بنسبة 70%. زين، الكولاجين يفيد الناس الكبار، الناس اللي عندهم تجاعيد، الناس اللي عندهم آلام بالمفاصل، الناس اللي عندهم أمراض، هاي كلها يفيدها الكولاجين. وما وصيكم بعد، اكو يعني مو بس الخضروات والمواد، اكو بعض الحقن الكولاجين اللي هي طرق تجميليه حديثه
يستعملوها الناس للنفخ وتكبير أجزاء مختلفة وأجزاء تجاعيد، ويزيلون الندبات والجروح كل الكولاجين. الكولاجين بهواي استخدامات وبهواي أشكال دوائية. أنصحكم للناس اللي عندهم ضعف بالأظافر، ضعف بالشعر، يعني عن تجربة يستخدمون الكولاجين. وآسف على صوت الدراجات لأن الصيدلية صايرة على الشارع. وما أوصيكم اشتراك بالقناة ولايك وتفعيل زر الجرس ودعمونا. تحياتي.